إنشاء فيديو رسوم متحركة باستخدام تشات بوت أو بورد وأدوات الذكاء الاصطناعي المجانية. أهلا بكم على قناة إزاي للثقافة والتكنولوجيا. في حلقة اليوم سأوضح لكم إحدى طرق إنشاء فيديو رسوم متحركة باستخدام أدوات AI مجانية تماما. سيتم تقسيم هذا الفيديو إلى ثلاثة أجزاء. في الجزء الأول سنقوم بإنشاء نص فيديو باستخدام تشات جي بي تي وكوكل بورد. في الجزء الثاني نقوم بإنشاء ملف الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي المجاني لتحويل النص إلى كلام. الجزء الثالث والأخير نقوم بإنشاء الرسوم المتحركة ونمزج كل شيء معا. الجزء الأول إنشاء قصة الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي. لإنشاء نص فيديو خاص بك يمكنك استخدام تشات جي بي تي أو كوكل بورد. كل ما عليك فعله هو وصف نوع الفيديو الذي تريده أو موضوعه أو العمر المستهدف أو عدد الكلمات أو أي تفاصيل أخرى ترغب في إضافتها. احنا هندخل على مرحلة الصوت. الجزء الثاني تحويل النص إلى صوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. ألو؟ أيوة خالتي. إزيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ الحمد لله. يمكنك التعليق على الفيديو بصوتك، ولكن إذا كنت لا ترغب استخدام صوتك فيمكنك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية لتحويل النص إلى كلام. وقد شرحنا حلقة على هذه القناة حول أفضل مواقع تحويل النص إلى صوت. في هذا الفيديو سأستخدم موقع فويس ميكر. نقوم بالتسجيل باستخدام البريد الإلكتروني. بعد ذلك نختار اللغة من هنا، ومن هنا نحدد نغمة الصوت. ثم انقر هنا فوق زر الاختبار للاستماع إلى الصوت. بمجرد أن يصبح كل شيء على ما يرام، انقر فوق زر التحميل هنا وقم بتنزيل الصوت. الجزء الثالث إنشاء رسوم متحركة باستخدام دوبي. الآن افتح صفحة أداة الرسوم المتحركة المجانية من دوبي. لبدء إنشاء الرسوم المتحركة سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. انقر هنا فوق كرياتنا، سيفتح لك الموقع هذه الصفحة. اضغط هنا وحدد الشخصية التي تناسبك. بعد ذلك اضغط هنا واختر الخلفية. الآن حدد اتجاه الفيديو من هنا. بالنسبة إلى الصوت يمكنك إما تسجيل صوتك مباشرة من هنا،
تأكد من منح موقع دوبي على الويد حق الوصول إلى الميكروفون الخاص بك أو استخدام الصوت الذي تم إنشاؤه بواسطتي. انقر هنا فوق اختيار ملف صوتي لتحميل الصوت الخاص بك. بمجرد انتهاء دوبي من معالجة فيديو الرسوم المتحركة، انقر هنا لتنزيل الفيديو. وها هي النتيجة قبل المونتاج. سرة وحورية البحر. في أحد الأيام، كانت هناك فتاة صغيرة اسمها سرة، وكانت تحب السباحة. كانت تقضي ساعات طويلة في البحر، تستكشف الشعاب المرجانية وتسبح مع الأسماك. في أحد الأيام، كانت سرة تسبح بالقرب من الشاطئ ورأت شيئا عجيبا في الماء، كانت حورية البحر. لم ترى سرة حورية البحر من قبل، وكانت متحمسة للغاية. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. دمتم بخير، نراكم بخير الحلقة القادمة.